تفاصيل البيان الناري من الرئيس السيسي ضد سد النهضة أمس، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وفي خبر صار، هذا ما قام به الرئيس السيسي أمس. والرئيس السيسي يمازح المصريين ويوجه للمصريين نصيحة، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن عطلة عيد الأضحى. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل البيان الناري من الرئيس السيسي ضد سد النهضة أمس. والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال حفل مبادرة حياة كريمة في استاد القاهرة أنه انحاز بالمطلق مع الجيش المصري لإرادة الشعب العظيم، وأن أمن مصر خطا أحمر. وقال إن مصر لديها قوة عسكرية تمكنها من حماية مقدراتها وإنفاذ إرادتها، ونحن نملك أدوات سياسية وعسكرية تمكننا من حماية مقدراتنا. وأضاف أن قلق المصريين من سد النهضة قلق مشروع، مستدركا لا أحد يستطيع الاقتراب من مياه مصر. وتابع تحركنا في مجلس الأمن وتابع وقال إن تحركنا الأخير في مجلس الأمن كان لوضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي. هناك كلام أستطيع قوله وآخر لا أستطيع. وأوضح أن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن، ولن نسمح بالاقتراب منه، ولدينا خيارات متعددة نقررها طبقا للموقف وطبقا للظروف. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته قال لا يليق بنا أن نقلق أبدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أنه قبل أن يحصل أي شيء لمصر يجب أن أمشي أنا والجيش. نوه إلى أنه لا أستطيع الإفصاح عما يتم إعداده داخل مصر لمواجهة أزمة سد النهضة. مصدر معانا كان من RT. ويعني طمأنة الرئيس السيسي للشعب المصري شيء عظيم جدا. ولما الرئيس السيسي قال ان في كلام استطيع اقوله وفي كلام مش هقدر اني اقوله، ده برضو كلام يعني يوضح لك ان مش لازم تكون عندنا المعلومة الكاملة عند الرئيس السيسي وقيادات السياسية الكبرى. والرئيس السيسي برضو لما قال لدينا خيارات متعددة نقررها طبقا للموقف وطبقا للظروف، معناها ان لو احنا سمعنا مثلا امبارح او اول امبارح ان السودان بيقولك ان احنا بنجنح للسلام، وان احنا يعني هنحاول ان احنا ندور على المؤسسات الدولية ولجنة حقوق الانسان في مجلس الامن الدولي، رئيس السيسي بيأكد انه عنده خيارات متعددة ووسائل كتير لحل هذه القضية. مش علينا ان احنا نقلق، هذا الامر في منتهى الاهمية. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر اخر. وفي خبر صار، هذا ما قام به الرئيس السيسي امس. رئيس عبد الفتاح السيسي وقع مساء يوم الخميس على وثيقة المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري. ووقع الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة لمصر بالتزامن مع إطلاق أكبر مشروع في العالم لتطوير القرى المصرية حياة كريمة، حيث حدد ملامح الجمهورية الجديدة في دولة مدنية حديثة تمتلك القدرات الشاملة التي تبني بها الدولة في مختلف المجالات. ومبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. حياة كريمة بتسعى لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين
وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والمراكز المستهدفة البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تقدر ب 700 مليار جنيه. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، طبعا خبر سار جدا لكل المصريين وخصوصا للفئات الأكثر احتياجا من الشعب المصري، شيء هيبقى جميل جدا لمصر وللمصريين. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي يمازح المصريين ويوجه للمصريين نصيحة. رئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب المصري على مصير مصر في أزمة سد النهضة ودعاهم إلى عدم الإنصات لكل ما يقال، أكد أنه كان دائما صادقا ومخلصا شريفا وأمينا وما زال على العهد. ومازح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية مبادرة حياة كريمة المواطنين، وقال إنه يريد أن يقول كلمة يرددها الشعب المصري دائما، لكنه تردد في الإفصاح عنها ومع إصرار الجماهير جعلته ينطق بها، حيث قال بلاش هري، وأضاف لابد أن يحسب كلامه جيدا لأن الكلام من ذهب ويتوقف عليه مستقبل مصر وشعب مصر. أكد أن أي تحدي لا يمكن أن ينجح فيه إلا إذا كان الشعب المصري على قلب رجل واحد، وأكد أن قلق المصريين لقضية سد النهضة قلق مشروع وأن لا أحد يستطيع الاقتراب من مياه مصر. مصدر معانا من وسائل إعلام مصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. يعني أحب أذكر حضراتكم وأذكر نفسي، رئيس السيسي كان قبل ما يكون وزير الدفاع مصري كان رئيس المخابرات الحربية للجيش المصري، فهذا رجل مخابرات من الدرجة الأولى. فزي ما قلت لحضراتكم هعيدها وأقولها تاني، مش لازم المعلومات كلها تكون عندنا، معلومات عند الناس اللي يعني ماسكين هذا الموضوع، الناس الكبيرة بس، يعني من رئيس الجمهورية مثلا، رئيس المخابرات العامة، وزير الدفاع، رئيس المخابرات الحربية، يعني الناس دي فقط هي اللي عندها المعلومة الكاملة عن ما يحدث وما سيحدث والترتيبات وكل الأمور. فرئيس السيسي بيطمن، وأنا يعني واثق جدا في القيادة السياسية وخصوصا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما ينفعش ان احنا نقلق لان الناس اللي ماسكه او النظام المصري يعني نظام قوي ونظام حكيم. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي الحكومه المصريه تصدر قرارا بشان عطله عيد الاضحى. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمناسبه اطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه بتعديل إجازة عيد الأضحى. وقالت الحكومة المصرية إن إجازة عيد الأضحى ستبدأ يوم السبت 17 يوليو وحتى يوم السبت 24 يوليو الحالي، وأكدت إن الإجازة ستكون رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وأشارت إلى أن الامتحانات الطلابية ستكون وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة، أي من وزارة التربية والتعليم المصرية. مصدر معانا كان من RT. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.